اكيد النادي الاهلي ماشي بخطوات مميزه جدا ونتائج. غير النتائج الاداء، الاداء الناس مبسوطه ان في اداء وفي نتائج. كابتن عادل عبد الرحمن، النادي الاهلي ومشواره هذا الموسم والشكل والاداء اللي ظهر عليه النادي الاهلي مع الكابتن حسام البدري. اولا احنا عارفين ان النادي الاهلي ان شاء الله في صدد ان هو يعمل رقم كبير في الدوري. طبعا. اللي هو يعني تخيل ان النادي الاهلي بيلعب فارق ما بينه وما بين اقرب منافس، اكلمك على الاول على التهديف. النادي الاهلي جاب 61 جول. الثاني في التهديف بعديه المقصه 37، فرق 24 هدف. ده شق. تعرف ان ازاي النادي الاهلي بيشتغل هجوميا حتى دفاعيا. النادي الاهلي اقل فرقه دخل فيها اهداف، الفرق ما بينها وما بين الثاني حوالي يجي 8 9 جوان اكتر، لان اقل للنادي الاهلي اكتر للفرقه. والاقوى بقى من كل الحاجات دي كلها ان النادي الاهلي ممكن يحسم دوري بكام اسبوع. ودي مهمه. الرقم اللي اتعمل قبل كده كان حوالي 6 اسابيع ويه، اللي هو كان بتاع مانويل جوزيه. افتكر ان السنه دي النادي الاهلي ممكن يعملها. ليه؟ النادي الاهلي فارق ما بينه وما بين الاسماعيلي الثاني 20 بونت، والاسماعيلي اللي مباراه فارق ما بينه وما بين الزمالك 21 بونت، والاثنين قد بعض. فارق ما بينه وما بين المصري 18 بونت، والمصري اللي لسه مباراتين ما لعبهمش. يعني اقدر اقول لك ان النادي الاهلي ممكن يحسم بدري. الحسم هنا او النادي الاهلي كان ليه النادي الاهلي كده السنه دي؟ لازم في شقين. اولا لازم نعرف ان النادي الاهلي اكثر نادي في الدوري الممتاز المصري، عنده وفره لاعبين، ده رقم واحد. النادي الاهلي عنده اكثر مواهب جوه الدوري المصري، يعني نجوم ومواهب كتيره، بدليل ان النادي الاهلي خرج 6 اعارات الى السعوديه ما تاثرش خالص، ويمكن زاد. ويمكن احنا اتكلمت اكتر من مره انه الخروج الاعاره في الوقت ده دي كانت حكمه من الاداره والجهاز الفني. ليه؟ لان كانت المشكله بتاعت النادي الاهلي الكبيره انه عنده نجوم كتير لازم يتداول عليهم اللعب جاهزه، وده بيحصل جاهزه، وده بيحصل لود على المدير الفني. الحاجه الثانيه المهمه ولازم نعترف بيها، انت لما يكون ادارتك واعيه وبتشتغل بفكر عالي زائد جهاز فني واعي وقدراته عاليه، زي يعني لازم نعترف ان جهاز الكابتن حسام البدري وحسام البدري، لاني انا راجل مدرب ما بحبش ان انا الوان مان شو، انا لازم اقول لك ان الجهاز كله متكاتل. يعني عايز اقول لك حاجه، كابتن حسام البدري على راس الجهاز الفني، وكابتن سيد على راس الجهاز الاداري. بالظبط. الاثنين شغالين شغل احترافي على اعلى مستوى، ومع ضغط المباريات كابتن انيس الشعراني لازم برضو. ما انا كنت هكمل لك. بالظبط. انا كنت هكمل لك. الشق الفني ده بيقوده الكابتن حسام البدري ومعاه مساعدين زي احمد ايوب وسيد معوض وانيس الشعلاني لانه مدرب احمال. لازم تعرف ان التوانسه افضل مدربين احمال في العالم العربي. زي ما الامريكان افضل مدربين في احمال في العالم. بالظبط. التوانسه في العالم العربي. ليه؟ قربهم من فرنسا، قربهم من الدول الاوروبيه والتعليم واللغه. خلي بالك دي مهمه، لان انا اشتغل معايا اكتر من مدرب احمال تونسي واعرفهم ازاي مجتهدين وازاي شغالين كويس. كل اللي انا بحكي لك عليه ادي الى النادي الاهلي المفترض انه راح حته ثانيه. يمكن انت في التقرير قلنا انه هل النادي الاهلي هيحسم الاسبوع الجاي ولا الاسبوع اللي بعده؟ ان شاء الله بعون الله الامر انتهى، الدوري انتهى ال 40 جيل للنادي الاهلي. المباراه الدوري رقم 40 ان شاء الله للنادي الاهلي. النادي الاهلي ابعد من كده خلاص. النادي الاهلي راح حته اخرى عن الانديه في مصر. فالنادي الاهلي الحته الثانيه دي ما بيفكرش الا في افريقيا دلوقتي، ما بيفكرش الا في بطوله عالم. الايام الجايه هتثبت ان النادي الاهلي فرق في الدوري المصري بالنسبه للفنيات، وهيفرق بالنسبه للاداريات. تعرف ان اول نادي الشرق الاوسط يعمل المسمى بتاع الكابتن زيزو اللي هو المدير الرياضي. ده ما فيش الا في الانديه الكبيره، الباير وبرشلونه والريال والانديه بتاعت اوروبا يعني كلها. منظمه او منظومه احترافيه بالكامل خلاص بتاخد. لا، وراحت انت بتشتغل في منطقه تانية، بتشتغل في منطقه محدش شايفها
لان مفيش امثالك في مصر بيعملوها. استاذ عصام، اكيد في اسباب ادت للنادي الاهلي يكون متصدر بهذا الشكل في ترتيب النقاط، يكون بينه وبين اقرب المنافسين الاسماعيلي عدد كبير من النقاط، يكون اقترب من حسم اللقب او النجمه الـ40 قبل انتهاء المباريات الرسميه في الدوري. كابتن عادل عموما حلل الموقف بكل زواياه، كل ابعاده. الحقيقه انا عايز اضيف بس حاجه بسيطه، ان هو الاهلي في هذه المرحله بالتحديد بيبقى مطالب بحاجات تانيه خالص غير ان يبحث عن اللقب. لان اللقب انا بفتش النهارده كده في البوستات اللي بعملها على الفيسبوك، لقيت بوست عامله من شهر يناير اللي فات ان فوز الاهلي بالدوري مساله وقت، وعلى المتضررين اللجوء الى المركز الثاني. فمن يناير اللي فات، وقلت ان مجرد تساوي الاهلي مع الاسماعيلي في عدد المباريات المساله فرقت. مجرد دي بقى كل واحد في مكانه الطبيعي، بقى الاهلي الاول والاسماعيلي الثاني بعد ما كان الاسماعيلي المتصدر. النهارده المساله بقت السؤال متى يحسم الاهلي بطوله الدوري؟ في اي جوله؟ هيبقى كام جوله قبل النهايه؟ الاسئله كلها، الاهلي ما بقاش برضه السؤال هيكسب ولا يخسر، الاهلي يكسب كام؟ بقت القصه السؤال المطروح ده بيعكس القوه الحقيقيه للنادي الاهلي، ان بقى في الاخر هو بيغرد خارج السرب. اهم ما يميز الاهلي في المرحله دي بيبقى ده، لعلمك بيبقى فيه خطوره شديده على الفريق اللي بيبقى في هذه الحاله. ان يحتفظ بتماسكه وبقواه رغم كل هذه الرفاهيه اللي عايش فيها، بيبقى ده مطلوب فيها حاجه اسمها فن تجديد الدوافع. ان في كل مرحله طب ايه الجديد؟ طب ما خلاص الدوري خلص. لا، الجديد ان انا احسمه قبلها بكام جوله، دي تسخن اللعيب. الجديد انا عايز احتفظ بالسجل خالي من الهزايم، ده دافع. الجديد ان انا عايز اعمل ارقام قياسيه ما سابتش قبل كده. الجديد ان عايز الهداف عندي يسجل كام جول عشان يبقى حاجه تاريخيه. دائما تعمل هذه الحاله عشان يبقى هتقول لعيبه ايه؟ يعني ايه الدافع اللي ممكن تخلقه جوه اللعيبه الا ب لازم استحداث اساليب جديده تسخن اللعيبه وتخليهم دايما في الحاله الفنيه والبدنيه والنفسيه اللي بتخليهم مكملين على نفس النهج. النهارده زي ما الكابتن عادل بيقول، الاهلي تجاوز طموح البطوله المحليه، وده اللي فرق كتير قوي السنه اللي فاتت مع الاهلي. وصعب عند هذا التجاوز، وهاخد التليفون معانا مهم للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي. تحياتي يا استاذ شريف، وتحيات طبعا كابتننا كبير كابتن عادل عبد الرحمن والاستاذ عصام سالم. طبعا وضيوفك الكرام كابتن عادل والاستاذ عصام، اهلا وسهلا. اهلا استاذ شريف. اهلا استاذ شريف، انا مستمتع الحقيقه بالحوار والتحديد. يعني طبعا احنا دايما بنبقى عارفين المكالمات معاك دايما بقى فيها بهجه، بقى فيها رساله، سواء كانت لجماهير الاهلي او لاعضاء الاهلي، بقى في منظومه ماشيه بخطى ثابته. علشان كده في حاله من التفاؤل والترقب لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بعد زياره كابتن محمود الخطيب لمحافظ القاهره، وقبلها طبعا الاتفاق مع الهيئه الوطنيه لتطوير مقرات النادي الاهلي. صحيح يا كابتن، يعني الحقيقه انه عمل في مجلس الاداره كاملا بقياده كابتن محمود الخطيب، ولك ان تتخيل انه بمجرد وصوله من المانيا مساء صباح الباكر كان عنده اجتماع مع السيد محافظ القاهره، رافقه فيه السيد العام لفاروق نائب الرئيس النادي والسيد محمد مكان المدير التنفيذي للنادي. والحقيقه كان يعني زي ما البيان الصحفي طلع والتاكيد على لسان كابتن محمود الخطيب ولتوطيد اواصر العلاقات الحقيقه مع مؤسسات الدوله، وكمان للاتهام في خروج او الحصول على التراخيص الخاصه بتطوير البنى التحتيه في فرعي او في مقر الجزيره وفي فرع مدينه نصر الموجودين في نطاق محافظه القاهره. الحقيقه كان تعاون كامل وبالغ من المهندس اطرف حبيب محافظ القاهره، المفترض انه جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه مع اللجنه اللي تم تشكيلها هيعمل على استخراج التراخيص في اسرع وقت، والمنتظر الحقيقه انه العمل ينطلق في غضون يعني اسابيع ان لم يكن ايام. لكن قبل ذلك ان شاء الله استاذ ايهاب، كابتن محمود الخطيب سوف يطل اطلاله اعلاميه، لم يحدد بعد اذا ما كانت ستكون مؤتمر صحفي او حاجه خاصه لقناه النادي الاهلي، ليوجه رساله لجماهير النادي الاهلي ولاعضاء الجمعيه العموميه فيما يشبه كشف حساب عن الفتره اللي قضاها المجلس خلال المرحله الماضيه، استلموا النادي ازاي، تمويل حصلوا عليه منين، خطه العمل، المده التنفيذيه اللي هتستغرقها الاعمال، ايه طموحاتهم، ايه امالهم. والحقيقه ده عمل دؤوب، انت بتتكلم في شهرين، شهرين و10 ايام، توليهم مقاليد الامور يوم 9 ديسمبر 2017، فالنهارده احنا بنتكلم في 70 يوم بالظبط. واضح ان برنامج عائله الاهلي ماشي بشكله
وبتوقيته يمكن اسرع شويه. ده حقيقي، انا متفق مع حضرتك، لانه في اخلاص وبالتالي في توفيق من عند ربنا. طب يعني العمل يا استاذ شريف في المقرات هيكون بالتوازي ولا هنبدا بمقر معين ونكمل في الباقي؟ بالتوازي. لا بالتوازي، حتى في الشيخ زايد المفترض هينشا هناك يعني مقر او مبنى اجتماعي على اعلى مستوى ومجموعه من الملاعب. مقر الجزيره هيشهد بقى اكبر عمليه تطوير لاسوار وللبوابات كامله استيهاب، بالاضافه الى يعني ايضا في محاولات لادخال الغاز، النادي اضع فيها شروط كبير علشان حمامات السباحه وابنائنا السباحين اللي بيتمرنوا في كل وقت. كمان في تطوير للمبنى الاجتماعي، الحقيقه ان التصور العام اللي قدمه جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ان شاء الله لما يتحول الى واقع على الارض شيء فعلا يجعلك ويجعل كل مصري مش بس كل اهلاوي فخور بهذا المستوى من الرقي اللي يليق بابناء النادي الاهلي لاعبين واداريين واعضاء وحتى الجمهور اللي بيشرفنا في زيارات مختلفه للنادي. مدينه نصر هتشهد الحقيقه اكبر عمليه تطوير ايضا، سواء في قاعده جديده للاعضاء مكان ملاعب التنس القديمه او المنطقه الترفيهيه اللي بجوار المكتبه، الحقيقه دي هيكون فيها عمليه تطوير كبيره جدا، وان شاء الله سينشا فيها ايضا يعني صاله مغطاه في مرحله لاحقه واستثمار العاب قوه، بالاضافه الى حمام سباحه تدريبي اخر. فالحقيقه في عمل طموح، يعني انا متوقع ان هو ينطلق مع بدايه شهر مارس، وفي غضون من 6 إلى 8 شهور ينتهي هذا العمل، وترى الحقيقه يعني نقله حضاريه كبيره جدا لمقار وفروع النادي الاهلي. ان شاء الله تكون نقله كبيره ونقله عالميه طبعا، وده اللي موجود في برنامج عائله الاهلي الكابتن محمود الخطيب ومجلسه. لكن هل الفتره الجايه بقى هيكون في مؤتمر صحفي او عدد المؤتمرين حسب ما بنسمع؟ عايز اخد من حضرتك بالنسبه للكابتن محمود الخطيب، هل هيكون له في مؤتمر صحفي للاعلان عن بعض الامور في الفتره الجايه؟ وعلى الجانب الاخر برضو مشروع القرن للنادي الاهلي، هل الفتره الجايه برضو هيكون في مؤتمر صحفي للاعلان بعض الامور؟ بالتاكيد يا كابتن، يعني خليني بس اطمن حضرتك فيما يتعلق بالكابتن الخطيب، انه قبل ما يعود الى المانيا مره اخرى لتنفيذ برنامجه التاهيلي والعلاجي اللي هيستمر لمده 4 أسابيع ويحقق الحصول على مجموعه من الجلسات في احد المراكز هناك، كان عنده اصرار انه يعود اولا من اجل استكمال اجتماعات مجلس الاداره وتوقيع البروتوكولات وتسهيل الامور، ثم الاعلان عن حجم ما تم من اعمال وبدايتها زي ما قلت لحضرتك في مؤتمر. تمام. ان شاء الله احنا شغالين على هذا الامر، ومجرد تحديد الموعد مع الكابتن الخطيب سنعلن بالتاكيد للراي العام ولكل وسائل الاعلام، وربما يكون في مقر النادي بالجزيره ان شاء الله. فيما يتعلق ب يعني مدينه الاهلي الرياضيه وفي القلب منها للذات، نتعلم انه هذا مشروع استثماري بيشتغل عليه الحقيقه مجموعه من المستثمرين على اعلى مستوى مع الحكومه المصريه اللي مهتمه جدا بالمشروع، سواء فيما يتعلق بتوفير قطعه الارض المناسبه او بتوفير التمويل اللازم، وبالتالي بمجرد ان تنتهي الاجراءات المتعلقه بتحقيق قطعه الارض والاتفاقات اللي هتتم بين الحكومه المصريه وبين المستثمرين، هيكون في لقاء مع النادي الاهلي ثم تحديد موعد لاعلان التفاصيل الخاصه بالاستاد وبدايه العمل ان شاء الله، اللي هيستغرق 36 شهر علشان نلعب في استاد يحمل اسم النادي الاهلي او يكون ملك للنادي الاهلي، فيكون بعد 36 شهر ان شاء الله من بدايه العمل. انا عايز اطمن الجمهور بس، الناس متخيله في حاله كده من الهدوء، وبالتالي في تخوف انه يكون في يعني تباطؤ في عمليه بناء الاستاد والحصول على الارض. انا من خلال قناه النادي الاهلي، من خلال حضرتك وبرنامجك المحترم، لا انا بطمن جمهور النادي الاهلي الحقيقه وكل جماهير كره القدم في مصر انه قريبا وقريبا جدا ان شاء الله سوف ينتهي هذا الامر. هي اجراءات في النهايه اداريه وروتينيه لابد ان تنتهي، ثم النادي الاهلي بيدخل على الخط وبيوقع او بيحول مذكره التفاهم الاولى اللي وقعها بالاحرف الاولى في المملكه العربيه السعوديه وقعها النادي نائب رئيس النادي السيد العمري مع ممثل المستثمرين الدكتور ركان الحرفي، هتتحول الى اتفاقات يعني نهائيه وعقود متكامله، ويبدا العمل لان المستثمرين جاهزين وعازمين الحقيقه، وايضا في جديه شديده ودعم لا محدود من الدوله المصريه في هذا. استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، بشكرك على هذه الايضاحات، وان شاء الله دايما تكون يعني مكالماتك كده مبشره ودايما فيها تفاؤل لكل جماهير النادي الاهلي والجمعيه العموميه للنادي. شكرا ليك. استاذ عصام، يمكن وقفنا على كلمه حضرتك وتحديدا تخطى النادي الاهلي المرحله المحليه او المنافسه على الدوري، وهو الان يتلقى مرحله البطوله القاريه بالزبط. والعوده مره اخرى لكاس العالم للانديه، وده العنصر الوحيد اللي ناقص النادي الاهلي السنه اللي فاتت.
بطوله افريقيا، بطوله افريقيا لان هي بوابه النادي الى العالميه، الى مونديال الانديه اللي فعلا الاهلي غايب عنه منذ سنوات. اعتقد هذا الطموح الاكبر والطموح الحقيقي الان، وهو الحلم الكبير لكل جماهير النادي الاهلي، بطوله القاره. لان في النهايه المشهد كان مؤلم في الموسم الماضي، يعني بتوصل لخط النهايه ولا تتوج كل هذه الجهود بلقب قاري جديد ولا تصل الى كاس العالم للانديه. بالعكس الوداد وصل ولم يكن اداؤه مشرفا على الاطلاق في مونديال الانديه. الاهلي عودنا لما بيوصل للمونديال الانديه بيعمل بصمه في البطوله، لما في 2006 ياخد المركز الثالث اعتقد ان دائما يعني حتى بيعمل جو مختلف وهو بيمثل القاره في مونديال الانديه. اللي اعتقد هو ده الطموح. لكن الزاويه الثانيه اللي عايز اكلمك فيها، الاهلي لما يحسم البطوله مبكرا وان بياكد او بيدي اشاره للجميع باننا في متجهين الى بطوله القطب الاوحد، اعتقد ده يضر بمصالح الدوري المصري، لابد ان نعترف بذلك. دي مش مشكله الاهلي بقدر ما مشكله الاخرين، ان في الاخر ان الساحه تبقى خاليه. انت الاهلي ادى ايحاء من الدور الاولاني البطوله محسومه، مفيش بطولات كده. يعني عندنا مانشستر سيتي نفس الحكايه في انجلترا، عندنا برشلونه في اسبانيا، عندنا الاهلي هنا بقت بطوله القطب الاوحد. دي بقول لك مش مشكله النادي الاهلي بقدر ما هو دي مشكله عند بقيه الانديه اللي بدات تتحول من منافس للنادي الاهلي الى متابع ومشاهد لانجازات النادي الاهلي. دي مساله فعلا كتير. الكابتن عادل عاش في الدوري السعودي، قوه الدوري السعودي بيستمدها من اتساع مساحه رقعه المنافسه بين عدد كبير من الانديه، ما بيبقاش نادي واحد اللي عمال كل سنه والناس بتتفرج عليه، يبقى كده انت داخل في مشكله كبيره بالنسبه بقى للوضع العام. لكن انا مش مشكلتي ان انا مستقر، مش مشكلتي ان انا متميز، مش مشكلتي ان انا متفوق، لا الاخرين عليهم ان يصلحوا عيوبهم عشان تكون في منافسه حقيقيه في الدوري المصري، لان ده بيرفع دي سلعه المفروض ان احنا نوفر لها كل عناصر الاثاره والقوه من اول جوله لاخر جوله. ما نبقاش احنا بنتفرج على الاهلي دلوقتي ان هو كانه بيلعب لوحده، يعني انت عارف في بطوله لوحده والباقيين بيتنافسوا على البتاع ده. يكفي ان تعلم النهارده احنا فين والدوري لسه ما بينه نهايته مسافه طويله، المركز الوحيد اللي حسم المركز الاول، المركز الوحيد اللي حسم المركز الاخير وقبل الاخير، بعد ذلك بقت المركز ال 15 هو المشكله في الدوري، لان ده يا اما تنجو بنفسك او طابق، ده مشكله كبيره في المنطقه دي. والمركز الثاني هو المركز الثاني اللي بعد الاهلي، مين هيلعب في دوري ابطال افريقيا مع الاهلي السنه الجايه. فاضل 9 جولات والنادي الاهلي سيطر على البطوله المحليه ويتزعم النادي الاهلي دائما البطوله الافريقيه. اكيد زي ما ضيوف الكرام قالوا، بعد ما النادي الاهلي حسم البطوله المحليه اكيد التركيز يا كابتن عادل على البطوله الافريقيه، وزي ما حضرتك قلت ده اتجاه وتوجه في النادي الاهلي، خلاص هم مركزين في الفتره الجايه في البطوله الافريقيه ومنها الانتقال لكاس العالم. اكيد طبعا، يعني انت عارف لما بتخطي بطوله الدوري العام بالذات، انت عندك لما في حسم، لما بيبقى في حسم، المباريات الباقيه للنادي الاهلي بتبقى ليها افاده اكتر من المباريات العاديه. ليه؟ انك ممكن تجرب لاعبين، ممكن تعمل ارقام. يمكن النادي الاهلي دائما لما بيجي يحسم الدوري، يمكن حصلت معانا واحنا بنلعب معايا اكتر من 3 مرات، بس واحد عند النادي الاهلي اللي هو ايه، لازم تكسب، لازم تبقى موجود، لازم تبقى دي الروح بتاعت النادي الاهلي. احكي لك حكايه بسيطه كده، احنا سنه 93 94 خدنا 4 بطولات، خدنا دوري، خدنا كاس مصر، خدنا كاس افريقيا، خدنا بطوله عربيه كانت اول مره تتعمل في مصر. كان عندنا 4 مباريات ما بقي، خلاص خلصنا الدوري وحسمناه وكان عندنا 4 مباريات. تخيل لعبنا مباراه مع جمهوريه شبين، بص النادي الاهلي النتيجه ما كانتش يعني كويسه، كسبنا 3-2 بالنسبه للنادي الاهلي صعب. تخيل ان احنا اتخصم لنا فلوس وحتى الصحافه قال ما لعبش كويس رغم ان انت واخد البطوله وبتلعب مباراه ومخلص ومفنش ومخلص. حاجة تانية، بطولة الإسماعيلي 4-3 اللي هو الماتش الفاصل، تخيل واخد دوري في 4-3 مباراة الإسماعيلي، واخدين دوري عام بمباراة فاصلة ما بيننا وما بين الإسماعيلي ونكسب المباراة ويتخصم لنا فلوس. يتخصم لنا فلوس كتير، مجموع كل اللعيبة. مباراة من المباريات الرائعة لا تنسى طبعا، لا تنسى. لكن دي فكر النادي الأهلي، النادي الأهلي وان واي، لازم يكسب، لازم يشتغل للاهداف، للهدف بعد هدف. الحاجه الثانيه المهمه، ازاي انت الفكره بقى، ازاي انت كمدرب زي الكابتن حسام البدر لما كان بيعمله مانويل جوزيه الاول،
ازاي وانت خارج من بطوله بتعمل حافز جديد لبطوله اخرى. تعرف الشخصيه المصريه واللاعب المصري بالظبط لما بيوصل لحاجه معينه لازم تعمل له حاجه يعني تصحيه. انت عارف دائما لما بنعمل شوط كويس ده انا بكلمك بين شوط وشوط الشوط الثاني بتنزل كانك عملت كل اللي عندك. لما بنكسب 3-0 مش بتكلم على الاهلي انا بتكلم على اللاعب الفكره. لما بتكسب 3-0 اول شوط انسى انك انت تكسب تاني او تجيب جول. النادي الاهلي دي عداها شويه ودي اللي ساعداني شويه في المباريات اللي فاتت للنادي الاهلي. انت لما بتجيب جول عاوز التاني عايز التالت عايز الرابع بتوصل انك انت خلاص الفكر بتاعك اختلف. فهو ده النادي الاهلي افكاره دائما فيها تطور. النادي الاهلي افكاره هو اللي بيبدا بيها. احنا في مصر احنا اللي بنبدا بالفكره وبعدين الانديه بتمشي ورانا. فعلشان كده بقول لك ان النادي الاهلي الفتره اللي جايه عليه مش يعني لازم هيشتغل اقوى. كل ما بيقوى كل ما بيبقى فيه عليه العين اكتر فلازم يشتغل شغل يعني يوصل للعالميه ان شاء الله. واحنا مقتنعين ان الخطوات اللي بتتاخد في النادي الاهلي خطوات كبيره قوي. واحنا طول الوقت ايام الانتخابات والحاجات دي كنا بنراهن على دي. احنا كنا بنراهن ان احنا عايزين نروح حته ثانيه. النادي الاهلي ما بيكسب دوري كله كسب كاس بنكسب. لا احنا عايزين نعلى عن كده عايزين نروح يعني حتى جماهير الفتره اللي فاتت البطوله بتاعت العالم كانت مبسوطه ان الاهلي نتيجه واداء اكيد. لا واقول لك حاجه منظومه متكامله مدرب كبير خلاص يعني حسام البدري وصل انه افضل مدرب في مصر تعرض لنقد كتير لكن يعني عايز اقول لك حاجه النقد بتاع اللي كان بيتعرض عليه الكابتن حسام البدري كان نقد حبا في النادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي ما بيرضاهوش حاجه جمهوره ما بيرضوه يعني طول الوقت عايزك تكسب 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 ملوش دعوه بانك انت تخفق ولا ما تخفق. حتى لو كسبت وانت مش عامل اداء كويس بيزعل منك. ولكن لما بتكسب وبتعمل اداء كويس بيشيلك على دماغه. دلوقتي الكابتن حسام البدري الناس كلها بتتكلم عليه كويس. انا واحد من الناس. انت من الاول موقفك واضح وثابت واتكلمت معايا قبل كده ساعه الهجوم والناس قلت لي الناس مش عاجبها ايه؟ ما هو ما هي دي النقطه. انا عايز اقول لك حاجه احنا كمان واحنا في مباراه الاهلي لما بنحللها لما بنلاقي الفرقه بتلعب مش كويس احنا بننتقد الفرقه. وهنا بننتقد الفرقه طبعا. ليه؟ لانه النادي الاهلي علمنا دي. اول طرق العلاج النقد بس نقد بناء يعني النقد اللي هو ايه لصالح فرقتك. انت عايز ايه انك انت تساعد فرقتك. علشان كده بقول لك انه النادي الاهلي راح منطقه تانية والنادي الاهلي يستاهل المنطقه دي. يعني اللي قاله الكابتن عادل في بدايه الكلام ان الاهلي بيحصد نتاج منظومه متكامله. انا معلش افتكرت حضرتك تقول الاهلي طبعا لما تعاقبت اللعيبه هم واخدين لان هو لا اصل هو خدنا في دوكا خد حتتنا بقى هي الفرقه كلها ما تعاقبتش وهو عارف. لا عدد من اللعيبه 8 8 انا منهم انت منهم بس كده عشان كده وجعان لغايه دلوقتي انا سايبه وعديت كنا 8 وبتاع انا منهم ده ملعبنا احنا بقى الاخبار وعارفين مين اللي تعاقب ومين لا طبعا هو كان 8 والكابتن كمان لا وانا كنت من اولهم يعني لما قال الكابتن عادل ان هي المنظومه الجهاز الفني بكامل عناصره والجهاز الاداري بكامل عناصره اللي انا عايز اضيف عليه ان المناخ العام في النادي الاهلي ده برضو جزء كبير من النجاح لان المساله في النهايه مش القطاع ده قطاع مهم وقطاع منفصل وعايش حياته بطريقته لكن المناخ العام اللي في المكان كله اعتقد منعكس ايضا على ده ان كل واحد بتديله ادي العيش لخباسه الدنيا ماشيه واضح قوي ان المساله ما فيش تقاطع لاي بتاع مصالح ولا اتجاهات كل واحد عايش حياته بالطريقه الصح اللي ماشي بيها. وهنا ده بقى درس في الاداره درس مهم ان انا في الاخر بديك كل الصلاحيات بديك كل الامكانيات وفي النهايه احنا بينا وبين بعض حساب في نهايه المطاف. يا اما نقول النتيجه والله كانت هايله السكه بتاعتنا دي يا اما نقول والله كانت حساباتنا غلط مفيش مشكله خالص. فهو اللي حصل دلوقتي ان اللي انا في رايي اكتر اثنين كسبانين في الحاله اللي فيها الاهلي دي اثنين حسام البدري ووليد ازار. لان حسام البدري كان عليه حمل التشكيك والاهلي بيكسب تحس ان في الاخر في قطاع من جماهير النادي الاهلي مش بلعه تعرف حاجه كده هو بيكسب والدنيا ماشيه بس برضه لا حسام مش قد الاهلي الفرقه اكبر كتير من حسام انت عارف قصه كده.
اعتقد ان الموسم ده لا انصف حسام البدري بشكل كبير، لان لاول مره انا بتابع وليد صلاح الدين في الاذاعه الصبح، سؤال بيكرره على كل ضيف بيجيبه الصبح، مين احسن مدير فني في مصر النهارده؟ ما حدش بيقول غير حسام البدري. فالمساله بقى فيها اجماع، دي مرحله التمكين اللي بنقول عليها في السياسه، دي مرحله التمكين، خلاص ما عادش بقى فيه ايه وجهات النظر، المساله مش هنا. وليد ازارو في بدايه علاقته بالاهلي كان الناس برضه قلقانه، يعني في شويه ده المهاجم الراجل بيجي له 10 فرص بيضيعهم، يعني انا مش مثلا بيجيب 10 وبيجيب جولين فتقول الامور ماشيه، لكن عمال كم الفرص اللي بتتاح له ويضيعها، لا ده طب وبعدين؟ بعد كده برضه اصرار الكابتن حسام عليه وان يديله كل الفرص، اعتقد دي كانت النتيجه في النهايه، ان الراجل قبل نهايه الدوري بتسع جولات هو هداف المسابقه بهذا العدد من الاهداف، اعتقد ان دي كلها كانت رهانات كسبها الاهلي، واعتقد دي ساعدت كتير في الحاله والوضع اللي فيه الاهلي في هذه المسابقه. كابتن حسام البدري يمكن راهن على ازارو، وازارو كسب الرهان. أزارو كسب الرهان، والهداف واللي خسر الرهان الكابتن عادل عبد الرحمن اللي كان بيهاجم أزارو رايح جاي. لا ما كنتش بهاجم أزارو، يعني انتقادات وبتاع. لا شوف، أزارو هداف النادي الأهلي وهداف الدوري، موافق تماما. أنا كان انتقادي، أنا ما أحبش أجيب لعيب صغير محترف. ما أحبش أجيب لعيب صغير محترف كويس. ليه؟ لان اللعيب الصغير سنه صغير استفاد انا بالنادي افضل ان انا اطلع وادي خبرات. عايز اللي جاي جاهز، مش لسه اللي هياخد معاك وقت. شوف الفتره اللي فيها وليد ازارو كان الناس كلها بتنتقده، وانا ما كنتش بنتقده للانتقاد، انا كنت بقول لعيب كويس بس عايز لسه عايز، وانا ما احبش انه يعوز، انا ده محترف، دي كانت وجهه نظري. الحاجه الثانيه بقى المهمه برضو، احنا من الناس اللي المفترض احنا كمدربين يعني وكان ناس يعني فنيين ولا افرح قوي ولا ازعل قوي. تعال نشوف الاسباب اللي وليد ازارو هداف الدوري. النادي الاهلي افضل فرقه، تمام. النادي الاهلي عنده افضل لاعبين في وسط الملعب. ميسي تاثر بزافي وانيستا لما قال له حلو، لكن انا دلوقتي انا جالي سؤال قبل كده، كان وليد ازارو جايب 12 هدف واحمد علي جايب 8 اهداف، قالوا لي، قلت لهم احمد علي افضل في الوقت الحالي. ليه؟ احمد علي بيلعب في المقاولين بالظبط، فرص اقل بيروح جايب، لا جايب 27 جون المقاولين. النادي الاهلي احمد علي جاب 8، النادي الاهلي كان جاب 50، وليد كان جاب 12. فانا منصف في الحته دي. النادي الاهلي بيروح على الجون 25 مرة في المباراة، واجيبهم لك بالورقة والقلم. المقاولين بيروح 4 مرات فقط لا غير. علشان كده بقول لك، مش وليد ازارو بس، يبقى في الطريق. لا مش وليد ازارو بس، احنا لازم نعرف ان وليد ازارو هداف الدوري بلعبته، باللعيبة اللي بتلعبه، بالاهداف اللي بتتعمل له. يعني انت تشوف الفرص اللي بتروح لوليد ازارو وصناعه الاهداف من اللاعبين، زي هدف، اديك اخر هدف حمودي مثلا، هدف حمودي اللي هو الوليد ازارو اللي حطها له من فوق اللعيبه، ده يحسب انا كمدرب بكافئ حمودي اكتر. ليه؟ لانه اللي صانع ممكن لو ما صنعش الهداف مش هيروح يجيب. والتحرك، والتحرك هايل، ولكن لا شوف، تحرك بلا صانع العاب كويس ملهاش فايده، ماشي، وصانع العاب بلا تحرك بتكمل بعضها، بتكمل بعضها طبعا. لكن في الاخر عايز اقول لك، هو مش نقد، انا الحاجه الوحيده اللي في وليد ازارو انا سعيد بيها شغل حسام البدري معاه، تطور الحته التهديفيه عند وليد ازارو، ونفس الفرص كان بتجيله كان بتضيع، ولكن الفكره في ايه بقى؟ انه كابتن حسام اشتغل معاه فني، اشتغل معاه نفسي، واداله كتير. ووليد ازارو ادى لحسام البدري اللي طلبه منه
واداله الاداء واداله الاهداف، وطبعا اظهره في الفتره اللي فاتت يمكن ادى بالشكل المطلوب، كان اكثر تهديفا، ربما الرهبه تكون راحت، واللي الكابتن عادل اكيد بيقصده ان اللعيب لما بيجي جاهز وبيدخل على طول التراك بيكون اقوى شويه، لكن لو في لعيب صغير يبقى الاولويه لابن النادي، لكن ما فيش شك ان حسام البدري كسب الرهبه. في الحقيقه الكابتن حسام البدري تعرض لانتقادات كبيره جدا، يمكن حتى بعد وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلسه اتعرض لنقد كبير جدا، يمكن الناس كانت تعالت الاراء الكابتن حسام ما يكملش و المستوى اقل، لا ده الاهلي بيكسب عشان هو النادي الاهلي، وكلام كتير جدا اتقال، لكن في النهايه كله ادرك القيمه الفنيه للكابتن حسام البدري. كمان لما الاهلي كان بيتكلم على الصفقات وكان في كلام، الكابتن محمود الخطيب قال لهم يا جماعه في جهاز فني هو اللي عارف ايه اللعيبه اللي جايه، هو اللي عارف ايه المراكز اللي عايزها في المرحله. استاذ عصام، كابتن حسام البدري ماشي بشكل كويس، وحضرتك قلت هو يعني تم انتقاده كتير ولكنه في الاخر ادى بالشكل الامثل، ورغم الناس اللي شككت وقالت هو اقل من النادي الاهلي اثبت انه مدرب كامل. لا، والاكثر من ده ان في انتخابات النادي الاهلي اللي كانت يوم 30 نوفمبر كتير كانوا متوقعين الكابتن محمود الخطيب يتولى المسؤوليه، وده معناه على حساب حسام البدري. السلام عليكم، يوجه له الشكر. بس باختصار كتير كان الاجواء دي كانت موجوده في الانتخابات، لكن الحقيقه ان الكابتن محمود الخطيب ومجلسه كانوا حريصين تماما على منح الثقه، مش عايز اقول تجديد الثقه، طبعا لحسام البدري، وانه يكمل، وطالما ان الجهاز ناجح ايه المبرر ان انا اغيره؟ رغم ان اول وجود المجلس الجديد كانت في بعض التذبذب شويه، الهمهمات والجمهور بيتكلم والناس بالظبط، والتوقيت مناسب دلوقتي لو تمت الكلام عليه ما حدش هيقول حاجه، ولكن الكلام ده ما حصلش. لا حسم، وكان ساعتها لو تتذكر برضو كلام ان ليمان وجوزيه ما يرجعش تاني لاجواء النادي الاهلي، والراجل موجود هنا في مصر والكلام ده كله، لكن تمسك الجهاز بالكابتن حسام اعتقد اداله كتير من الثقه، اداله كتير من الاستقرار، اداله كتير من التركيز، واثبت التجربه ان فعلا مجلس الاداره ايضا كان على حق عندما اتخذ هذه القرارات في ابقاء الجهاز الفني حتى نهايه مشواره مع الفريق. ده كان مهم قوي. القضيه برضو اللي زي ما حضرتك قلت يا استاذ ايهاب، ان كان برضو يحسب لمجلس الاداره ان اي حاجه تتعلق بالصفقات الجديده او بالتعاقدات الجديده دائما بيرجع للجهاز الفني، فبرضو ادي العيش لخبازه، ده كلام سليم لانك انت بتحاسبه في نهايه المطاف على اختياراته. النهارده لما يجي النادي الاهلي، وده ملف اعتقد مهم في وجود الكابتن عادل، ان نتكلم ان يعير كل هذا الكم من اللاعبين للدوري السعودي، ده معناه ان فعلا ان في الاخر بقت عندك حصيله من اللاعبين تقدر بهم تنافس، وتقدر بهم تستثمر، وتقدر بهم تكسب، يعني تكسب على كل الاصعده، تكسب نقط جوه البلد، وتكسب دولارات بره البلد، وقصه على كل الاصعده. اعتقد يبقى ده معناه فيها نوع من الانتقاد في اولها. كل حاجه انت عارف، كل تجربه جديده لازم تواجه بانتقاد، وبعدين هي الحصاد النهائي والمحصله النهائيه هي اللي بتقول انا كنت صح في قراري او لم اكن صائبا في القرار. اعتقد التجربه حتى الان الاهلي لم يتاثر بكل هذه الغيابات، الاهلي بيكسب ويواصل مشواره وبنتائج كبيره، في نفس الوقت كسب ارقام كبيره من اعاره اللاعبين للدوري السعودي بهذا الشكل، معنى ذلك ان السياسه سياسه صائبه ومردودها اعتقد كان مفيد للنادي الاهلي على كل الاصعدة. كابتن عادل، حضرتك قلت ان عدد اللعيبه المميزين في النادي الاهلي اللي خلى تجربه اعاره اللاعبين ما تاثرش على الفريق، رغم ان في بدايه اعلان الاعارات وعدد من اللعيبه طلعوا، شفنا برضو السوشيال ميديا وشفنا الناس بتتكلم ان الموضوع ده هياثر على الفريق، فوجئنا بالعكس. ليه؟ علشان النادي الاهلي عمره ما بيتاثر بكلام الاخرين. النادي الاهلي نادي احترافي تخصصي. لو بصيت للاعارات اللي طلعت كلها، اديك مثال بسيط كده، ان النادي الاهلي كان عنده 10 لاعبين بيلعبوا على الطرف اليمين والطرف الشمال كمهاجمين، منهم عمرو بركات، ومنهم كان احمد الشيخ، وموجود اجاييه، وموجود حمودي، وموجود لعيبه، عدد كبير من اللعيبه، ومؤمن زكريا بيلعب برضه في الطرف الشمال. فانت المشكله في ايه؟ المشكله اتكلمنا كتير فيها، النادي الاهلي غير ليه؟ النادي الاهلي غير علشان عايز المنظومه بتاعته تبقى منضبطه احترافيا، بمعنى ان ما ينفعش يبقى فيه 7-8 لعيبه في مكان، ها، وممكن في مكان اخر يبقى فيه لاعب واحد ويتعور وما يلاقيلوش بديل. انت فاهمني؟
هي دي الفكرة. الفكرة ان انت ما تتأثرش بالناس، انت الناس هتفرح بيك لما تكسب. الناس مش هتفكر زي ما انت بتفكر، الناس مش شايفة زي ما انت بتشوف. فالنادي الاهلي طول عمره بيشتغل بالفكر ده، النادي الاهلي طول عمره بيشتغل بفكر انه هو بيعمل الاصلح والصح. ادت لايه بقى فنية؟ اديك الحتة الفنية بتاعت ادت لايه الاعارات دي. ادت ان النادي الاهلي فوق الاستاذ عصام قال على الحتة المادية كمان، لا والفنية جوه الملعب. انا كمدير فني اشتغل لما يكون عندي لاعب كويس قوي ولاعب اخر في نفس المكان كويس قوي ولاعب تالت في نفس المكان كويس ولاعب رابع كويس، مين اللي هياخد فرصته؟ هياخد واحد الاولاني والتاني هيبقى احتياطي. المباراة التانية هيعمل ايه؟ لازم يشيل واحد ويحط تاني. عشان كده كان بيحصل عدم يعني عاوز تركيز في حتة التثبيت التيم. النادي الاهلي افضل فتراته اللي هي الفنية في الاخر لما ثبت التيم التغييرات بتبقى على اضيق الحدود، تبقى واحد ولا اتنين. ادت الاعارات دي للشكل ده، ولكن النادي الاهلي لما يجي يبص لما ياخد قراره ما يبصش على الناس بره بتقول ايه، بيبص على الصالح العام للفرقه. زي الايام الجايه مثلا، يعني انا ما اعرفش ولكن انا بقول لك كراجل مثلا مدرب للعام القادم، بقول لما يجي لي فرقه عاوزه اعمل قوام للسنه الجايه، طب ما انت ممكن هيقللوا كمان اللاعبين 25 هيبقى عندك مشكله، عندك لعيبه كتير، فانت لازم تكمل اعارات او يعني في فكره النادي الاهلي ما بيشتغلش لدلوقتي ولا لبكره. النادي الاهلي بيشتغل على المسافه البعيده والمستقبل، ازاي بيشتغل على انه السنه الجايه هيعمل ايه. ما يجيش النادي الاهلي مش بتاع رد فعل، المفترض انه بيشتغل باستراتيجيه، النهارده هعمل دي علشان بعد 4 شهور استفاد منها. ما يجيش بعد 4 شهور اتصدم ان عندي عدد لازم يمشوا، ممكن اخسر فلوس كتير، ممكن اخسر تعاقدات كتير، انت فاهمني؟ ده الاحتراف، ده الفكر اللي هو مودي النادي الاهلي حته تانيه غير اخرين. عمرو بلكات الى الشباب السعودي، عماد متعب الى التعاون السعودي، صالح جمعه الفيصلي السعودي، حسين السادة للاتفاق السعودي، واحمد الشيخ الى الاتفاق السعودي. لعيبه اكيد عامله فارق في الدوري السعودي. نشوف تقرير ونرجع نتواصل. ما في شك انها تجربه مصريه وايضا تجربه بعدد من لعيبه النادي الاهلي في الدوري السعودي. طبعا في الاتحاد وانبي، المباراه اللي خلصت بيها التعادل الايجابي بهدف لكل فريق. دلوقتي في النصر والزمالك، اعتقد بعد مرور 30 دقيقه النصر متفوق بهدف من ضربه جزاء، محمد حسن ميدو احرز الهدف من ضربه جزاء. نرجع تاني يا استاذ عصام للتجربه المصريه في الملاعب السعوديه. لو قلنا لعيبه النادي الاهلي عمرو بركات في فريق الشباب، وعماد متعب في التعاون، وصالح جمعه في الفيصلي السعودي، وحسين السيد في الاتفاق السعودي، واحمد الشيخ في الاتفاق، مع عدد من اللاعبين المصريين. زكريا الاهلي طبعا، ومؤمن برضه. مؤمن في الاهلي، اهلي جد. ولكن بالزبط. الاداء بقى يعني التجربه، وطبعا التجربه اثرت بالايجاب على فريق النادي الاهلي. حضرتك قلت من منظوم تجاري ومنظوم اداري، والكابتن عادل قال من منظوم فني. بالظبط كمان. لكن انت حضرتك شايف التجربه ازاي بقى داخل الدوري السعودي؟ التجربه دي ما كان لها ان تكون يا استاذ ايهاب ويا كابتن عادل الا بوجود المستشار تركي آل الشيخ. باختصار انك لما تيجي تقول عدد اللاعبين المصريين في الدوري السعودي خلال اخر 20 سنه كانوا 9 لاعبين، لما تيجي النهارده بتتكلم في 11 و12 لاعب في موسم واحد، دي مساله ما حصلتش في تاريخ الدوري السعودي. احنا دائما كنا واحنا عشنا في الخليج انا والكابتن عادل كتير، كنا دائما بنبقى مستغربين اللاعب المصري غايب ليه عن الدوريات المهمه في الخليج، الدوري الاماراتي، الدوري السعودي. تحس ان قله، تحس كده حاله عابره ما بتعملش بصمه كبيره. يعني في الامارات كان حسن عبد ربه خد مع الاهلي الدوري وشارك بطوله العالم للانديه، حسام حسن خد بطوله الدوري مع العين. في السعوديه كانت الحاله اقل كتير، يعني يمكن في الامارات شيكابالا لعب في الامارات وزيدان لعب في الامارات، وبقت في اكتر كتير من السعوديه. لكن بوجود المستشار تركي آل الشيخ فتح الابواب ووجه بشكل كبير للاعب المصري. حتى انتقد هناك وقال يعني ليه المصريين؟ ناس سالوه برضه اشمعنى المصريين؟ فالراجل قال اولا انا بحقق من خلال المصريين المعادله الصعبه. لا، والرد جه سريعا من اللعيبه وتالق اللعيبه. ما بالظبط، المعادله الصعبه ان انا بجيب لك لاعب على اعلى مستوى باسعار معقوله،
غير اللاعب البرازيلي او الافريقي او اي جهه اخرى غير اللاعبين المصريين. فبقى فتح الباب كتير للاعيبه المصريين بشكل كبير. اولا هو هنا خدم النادي الاهلي خدمه كبيره، خدم النادي الاهلي لان الاهلي عنده تخمه من اللاعبين، تخمه اللاعبين دي زي ما الكابتن عادل بيقول كتير بتشكل ضغط على الجهاز الفني للفرقه، يعني في الاخر انت عندك في المركز 3 4 لعيبه بنفس المستوى، طب انا لاعب اساسي ولاعب احتياطي، طب والباقيين؟ هتبقى دائما هيدك في راس الجهاز الفني، انت كده تخلصت من هذه المشكله بشكل كبير. في نفس الوقت اللاعب اللي انت متخيل انه محطوط في المدرجات موجود في المدرجات لان حتى مش موجود في القائمه، لا ده بيلعب وبيلعب في دوري مهم جدا، انا بعتبره اهم دوري عربي لان تسويقيا وجماهيريا واعلاميا وكل ما تتخيله موجود في الدوري السعودي. فانك بتحطه في مناخ لا لمنافسه قويه جدا طول الوقت، معظم الماتشات فيها ديربي بالنسبه لهم. فاعتقد ده كمان بيرتقي المستوى بشكل كبير، اولا ده بيفيد المنتخب بدليل ان فعلا الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده هيكتور كوار لا متابع كويس اللعيبه المصريين دول اللي في الخليج، اضافه للعيبه في اوروبا، فبقى عندك كم من اللاعبين في نهايه المطاف المحترفين عدد غير مسبوق في تاريخ الكره المصريه اللي هم خارج الاداره المصريه يعني. فده بيساعد كتير ان المنتخب كمان يختار واللعيبه بتاخد فرص ما كانش ممكن ابدا تاخدها في مصر في ظل عدد وجود اللاعبين اللي بمستويات متقاربه بشكل كبير. اللي افاده اعتقد كناحيه افاده افاده الدوري السعودي بدليل ان كلهم معظمهم لاعبين اساسيين. الحاجه الثانيه استفادوا على المستوى الشخصي، الحاجه الثالثه النادي الاهلي والانديه اللي عرضت هؤلاء اللاعبين استفاد بشكل كبير. والمستوى الفني هناك زياده. ما فيش كلام انت لما تيجي تطمن على واحد من ولاد النادي الاهلي اللي موجودين في الدوري السعودي كابتن حسين السيد المعار لنادي الاتفاق السعودي. كابتن حسين مساء الفل عليك، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي وتحيات الكابتن عادل عبد الرحمن وطبعا الاستاذ عصام سالم. عبد الرحمن كمان؟ والاستاذ عصام سالم ناقدنا الرياضي الكبير. مين؟ والاستاذ عصام سالم ناقدنا الرياضي الكبير. زهرك عصام كابتن عادل. يا سحس. اللي فضل عليك كبير بعد ربنا طبعا. الله يخليك يا سحس. اولا طمنا عليك، متالق ومتواجد من اللحظه الاولى لانتقالك للدوري السعودي على سبيل الاعاره. والله الحمد لله الواحد في نادي كويس يعني، ناس محترمه هنا ما بيأثروش في اي حاجه بصراحه، وربنا كرمنا لعبنا 4 ماتشات خدنا فيهم 10 نقط والحمد لله يعني الدنيا ماشيه كويس هنا وربنا يكملها لنا على خير ان شاء الله. لا يا كابتن حسين انا عايز اسالك بالتحديد عن الدقيقه 85 في مباراه الاتفاق والقادسيه اللي كانت امبارح، ايه اللي حصل فيها؟ في ايه بالظبط؟ ماتش الاتفاق والقادسيه في الدقيقه 85. تمام. ايه اللي حصل في الدقيقه دي؟ لا خلي بالك الاستاذ عصام متابع كويس، مش متابع كويس يعني. طبعا ما انا خدت بالي صناعه الجون بقى ولا بقى حسم الماتش في صناعه الجون والحسم. لا كان جون جون المكسب طبعا، بس والله يعني والله كانت اهم حاجه عندنا 3 نقط لان كنا في فصل موقف الجول على طول على الشاشه زي ديربي بالنسبه لهم هناك القدسيه والاستفاده، فكان ماتش مهم يعني. فالحمد لله انا ربنا كرمنا وجبنا 3 نقط من ملعبهم يعني الحمد لله. كابتن الحمد لله طبعا، لكن قول لي بقى اللي انت بتشوفه بقى، ايه الاختلاف من الدوري المصري والدوري السعودي؟ بتتاقلم ازاي بسرعه على الاداء وانت لعيب كبير رايح من النادي الاهلي ولعيب العين عليك، فالظهور الرائع بهذا الشكل وبهذه السرعه؟ ايه يا زهير؟ الفرق بين الدوري السعودي والدوري المصري وانت بتخوض تجربه مميزه، وجودك بهذه الشكل والثقة في الدوري السعودي، ايه اللي بيساعدك على انك تأدي بهذا الشكل وبهذا الأداء في الدوري السعودي؟ والله ما فيش يعني، الواحد يعني هنا الواحد بيلعب بأريحية، الواحد يعني هنا بيلعب مبسوط وهو بيلعب هنا، والدنيا كويسة، الملاعب كويسة جدا، الجمهور موجود دايما في أي وقت بيبقى موجود، كل يعني كل حاجة هنا كويسة والله الصراحة يعني. حتى كابتن عادل عبد الرحمن كان موجود هنا سنين كتير، وكابتن عادل عبد الرحمن عارف كل حاجه طبعا هنا الدنيا ماشيه ازاي ونظام ملاعب كل حاجه. يا حسين اتفضل يا كابتن. اولا خلي بالك انت في نادي كبير قوي، نادي الاتفاق نادي كبير، حتى رئيس النادي المهندس خالد الدبل ده من الناس، اولا شاب صغير من الناس المحترمه جدا اللي بيحب نادي الاتفاق، اللي بيصرف على نادي الاتفاق كويس، عن نادي الاتفاق ليه جمهور كبير في المنطقه الشرقيه. المنطقه الشرقيه واكبر نادي في المنطقه الشرقيه. اكبر نادي في ليه سوالات يعني ده حقيقه يا كابتن.
يعني انا والله يا كابتن مانس خالد ما بيأثرش معانا خالص، يعني حتى بعد الماتش كان جدا امبارح حضرتك كابتن عادل عارف كان الدوري اتفتح مكان واحد بيقولهم ديربي، طبعا كان مبسوط جدا بالماتش ده. ايوه طبعا ده ديربي القادسيه والاتفاق ديربي، ديربي كبير يعني. خمس سنين ما كسبوش القادسيه على ملعبهم على ما اعتقد يعني. ايوه صح. مانس خالد بقاله ثلاث سنين فمفروض ان هو يكسب ويعمل ارقام كويسه طبعا، حاجه دي تبسطه وهو مبسوط جدا يعني، كان امبارح بعد الماتش فرحان جدا يعني. وخلي بالك لا يعني، يعني انا يمكن متابع حتى المدرب بتاعك سعد الشهري ده من اصدقاء المقربين جدا يعني، خلي بالك ده مدرب يعني. الكابتن بيقول لك ان هو موصي عليك من الاخر يعني. لا لا مفيش توصيه، هو سعد الشهري كابتن عادل كان دايما كان ماسك كنت معاه خمس سنين كان دايما يقول لي انت تحت في مصر مش دلوقتي، كان دايما يقول لي كده والله، كان يعني دي فضل كبير عليا. كان كنت انا كنت امشي في النادي كنت ماشي من الاهلي كابتن ايهاب، انا كنت ماشي كابتن عادل يعني بعد ما هو قعدت في النادي. انا متابع معاك طبعا يا كابتن حسين وموجود في كل ظروفك في النادي الاهلي حتى من الخروج للنادي الاهلي والعوده مره اخرى. خد بالك هو كان بيلعب هو وايمن اشرف في مكان واحد. كانوا الاثنين بيلعبوا باك ليفت. حسين السيد كان لسه برضه جسمه زي ما هو. فكان الفكره انه هل هيطول ولا مش هيطول. بس احنا كنا فاهمين انه مهاره حسين مهاري جدا يعني. حسين عايز اقول لك حاجه، كونه انه بيلعب ورا في حته الباك يعني ممكن كمان يأدي لك الافضل كمان في الحته الاماميه، ولكن في الاخر لما بيجي من تحت فاحنا كنا متاكدين تماما ان شاء الله ان هو يبقى لعيب كبير يعني. انا كنت دايما بحط واحد في الاثنين ايمن، وكان بالزبط. ايمن اقوى بدنيا شويه، فانا كنت اقول لحسين اقول له دايما اقول له انا ايمن هيلعب النهارده وهيلعب بكره وانت هتبقى من اللعيبه بتاعت الفريق الاول بالنادي الاهلي بعد ثلاث اربع سنين. ده حقيقه والله. طبعا حقيقه طبعا. اتفضل يا كابتن. الكابتن عادل والله يعني انا محظوظ ان الكابتن موجود مع حضرتك والله على قد ما اقدر اتحمله يعني. وبعد ربنا طبعا ليه فضل كبير جدا جدا جدا. انت معروف يا كابتن حسين من اللعيبه الرجاله واللعيبه اللي بتقدر المواقف، وخلينا اتكلم معاك بصراحه، اكيد الفتره الاخيره في النادي الاهلي كان عليك ضغوط، موجود علي معلول، موجود صبر رحيل، جالك ايمن اشرف، واللعيبه كلها كويسه وانت لعيب كويس، منافسه كبيره قوي والماتشات مضغوطه بشكل كبير جدا. عشان كده اول ما اتكلمت معاك قلت لي انا بلعب هنا بارتياحيه شويه، وجود الجمهور والملاعب، حسيت ان انت كنت مضغوط قبل ما تمشي وده امر واقع جدا في ظل التنافس الكبير. لا هو انا يعني كان معايا علي وصبري ودلوقتي ايمن في مكان واحد احنا كتير يعني، وفي الاول فاكر واحد هيلعب وواحد بيبقى احتياطي يعني. بالظبط. فالدنيا كانت صعبت يعني، فكنت بحب ان انا اطلع حتى لو ما كانش لي نصيب في ان انا ابقى في، كنت حابب ان اطلع حتى لو في مصر. ان انا العب يعني حتى قعدت في النادي الاهلي طبعا وكده، بس طبعا انا عايز العب يعني. اروح اي مكان بس العب متواجد، ابقى ليا دور في اي مكان، لكن اقعد يبقى ليا دور قليل جدا في السنه كلها العب ماتشين ثلاثه. ف لا طبعا كنت حابب اني اطلع طبعا، واي حد من كان او اي لعيبه يتمنى ان هو بيلعب حتى لو في اي مكان. بالظبط. استاذ عصام مع حضرتك. يا كابتن حسين اللي طبعا احنا كلنا سعداء بتجربه احتراف اللاعبين المصريين في الدوري السعودي، انا دايما اقول ان ده اقوى دور عربي يعني جماهيريا واعلاميا وتسويقيا وامور كلنا عارفينها يعني. لكن انا بسالك انت شخصيا كلاعب مصري كلنا بنعتز بيه، تقييمك ايه لتجربه اللاعبين المصريين في الدوري السعودي السنه دي؟ لا والله دي تجربه مفيده جدا يعني، وتجربه قويه جدا، واللاعيبه الاهلي كلها اللي بتطلع في السعوديه يعني بيثبتوا نفسهم يعني، بيبقى مع يبقى اساسهم معروف مصر هم صغيرين، فبييجوا هنا بيعملوا الفرق يعني طبعا. فالدوري هنا قوي جدا، واللعيبه استفاد خبرات استفاد لعب اكتر، حتى بيبقى ناقصه النادي في النادي يعني، لما في ثلاث اربع لعيبه بيلعبوا بصفه اساسيه قدام النادي كده يحتاجهم. طمنا على احمد الشيخ لاننا احنا مش يعني مش شايفينه الفتره اللي فاتت. لا 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 احمد موجود وبيلعب بصفه اساسيه. احمد الماتش اللي فات اللي قبله كان هو اللي كسبنا، جاب جون المكسب. بالظبط. وموجود والمدرب بيحبه جدا، والاحمد ليه دور كبير في الفرقه طبعا. بس الماتش الاخير يا حسين ما لعبش خالص، كان احتياطي. انا عشان كده بقول له طمنا. لا 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 الماتش اللي قبله كان لاعب، والماتش اللي قبله كان جاب جون يعني. المكسب.
عموما بنتمنى لكم اللي جاي اكسب اللي هو ده بقى اللي جاي افضل لكم كلكم بنتمنى لكم التوفيق لكن حسين اكيد يعني ما اعرفش يعني بعد وجودك في الدوري السعودي تبقى برضو ان شاء الله بعد الاعاره ما بتنتهي عندك الرغبه انك ترجع تاني في نفس المنافسه اللي هي اكيد هتبقى اشد في النادي الاهلي ولا لو النادي الاتفاق حب يكمل معاك فتره برضو على سبيل الاعاره اكتر ساعتها هتفضل ايه؟ لا انا 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 لسه انا لسه انا قدامي سنه في النادي الاتفاق انا قعدت سنه ونص تمام يعني انت قدامي سنه انت لسه المشوار لسه طويل لسه بالظبط فالواحد يعني الواحد يعني الحمد لله وربنا يكملنا على خير ان شاء الله انت من اللعيبه المجتهده وبنتمنى لك التوفيق وزي ما قال لك الكابتن عادل دورك ومكانك جاي جاي ان شاء الله ان شاء الله حبيبي ربنا يخليك حبيبي يا كابتن حبيبي يا كابتن بالتوفيق كابتن عادل له تجربه في احنا كنا في الخليج ومتابعين نجاحاته التدريبيه كانت العلامه البارزه بالنسبه لنا كانت نادي الاتحاد ده بقى الاتي والعميد وشغلانه كده في السعوديه طبعا حاجه كبيره قوي جدا وبقينا يعني متابعين وكانت النجاحات مع نجاحات مع نجاحات بقينا مستغربين طب الاتحاد غير ليه وجيب مدرب اجنبي يعني طالما الدنيا ماشيه بالشكل ده لكن عموما ترك بصمه اعتقد الاتحادويه فاكرينا لغايه هذا اللحظه حتى لما راح نادي الباطن بعد كده كانت تجربه برضه كانت واعتقد ان عنده حاجه يعني قريب كان عندي بس عندنا معلومه ان كان في حاجه قريب بصراحه لا هو شوف انا عايز اقول لك انا باستمرار بيبقى عندي حاجات في المملكه حقيقه يعني انا جالي اكتر من عرض السنه دي لكن انا صممت ان اقعد هنا في بلدي عاوز اخد فرصتي هنا امرن هنا الحاجه المهمه اللي انا عايز اقولها لك انه اللاعبين دول راحوا الفتره دي علشان الناتج اللي اتعمل من محمد عبد الشافي اكيد السنه اللي قبل اللي فاتت وكهربا وكهربا واحمد حمودي الثلاثه دول عملوا بصمه كبيره جدا احمد حمودي كان معايا في الباطن يمكن لك ان تتخيل ان احمد حمودي في اربع اسابيع فقط بقى نجم المملكه من اللعيبه المصريه ظهر بشكل كويس محمد عبد الشافي من افضل اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي سنتين ورا بعض افضل اداء واخلاقا سلوكا وفكرا وانتاجا في الملعب يعني حاجه كمان مؤثر بشكل غير عادي يعني. وخد مع النادي الاهلي ثلاث بطولات لاول مره النادي الاهلي ياخدها من 20 سنه خد بطوله كاس الملك بطوله ولي العهد بطوله الدوري فانا عايز اقول لك ان النجاحات دي كلها بتاعه اللاعبين ادت ان هم يتجرؤوا بالتاكيد ويجيبوا بيفتحوا الابواب اكيد المصريه اكيد يمكن برضو تكريم عبد الشافي هو بيغادر الفتح بيغادر الفتح حاجه محترمه قوي ده دليل على كلام حضرتك ده كله اسعدنا كمصريين ان اصل الكره السعوديه دائما جاذبه لاكبر الاسماء اللي ممكن تتخيلها في العالم يعني مش اي مشكله خالص من طبعًا. زمان ريفيليونو ده لعب في الهلال شوف من 20 25 سنه فاتوا ولا اكتر دائما عندهم الاسماء الكبيره ما بيجيبوش اي نوعيه من اللعيبه يعني دي احنا متعودين من الدوري السعودي فلما يجي عبد الشافي يعمل كل هذه البصمه ويجي غادر وكل اللعيبه تلبس فانيلته بنفس رقمه وكله عبد الشافي وهم بيكرموه كل لعيب هو بينتقل من الاهلي الى الفتح اعتقد ده كان قمه التكريم في نهايه المطاف وزي ما الكابتن عادل قال ان دائما احنا كنا شايفينها في الخليج اللاعب حتى على مستوى العالم اللاعب البرازيلي لما بيثبت كفاءته تحس ان فتحنا بوابه البرازيليين كلهم لما اللاعب المصري بيثبت دي وخاصه بتبقى المهمه بتاعته صعبه لان بينافس برازيليين وافارقه واوروبيين وكل هذه الجنسيات فلا بد ان تثبت نفسك في وسط هذه الكوكبه من النجوم امام عبد الشافي ده فتح الباب لكهرباء بعد كده في الاتحاد والاثنين جده ده اتحاد جده وده اهلي جده يعني انت عارف نفس المكان بعد كده حمودي زي ما الكابتن عادل قال بعد كده دلوقتي مجدي جه وشريف حازم معايا برضو جه في الوحده لا ممكن برضو وجود مدرب زي الكابتن عادل برضو بيفتح الباب لانه عارف برضو نوعيه كواليتي اللعيبه اللي عايز ممكن قوي يجيب من مصر لان حافظهم وعارفهم دي بتساعد لكن غياب المدرب المصري تاني بشكل كبير عن هذه الدورات الكبيره ممكن يفرق كتير لانه في الاخر هو اللي عينه على اللاعب هنا وعارف يقدر يستفيد منه ازاي المدرب الاجنبي مش كابتن عادل بعض اللعيبه المصريين اللي ظهروا بشكل كويس هم اللي ادوا فرصه للعدد الكبير اللي احنا شايفينه ولسه لا دي حقيقه يعني في انا كنت قاعد مع الامير فهد بن خالد اللي هو رئيس نادي الاهلي يوم ما كان عبد الشافي هيجدد تاني او هيتاخد بقى من نادي الزمالك ف يعني انا كنت في قمه سعادتي وهو بيكلمني على عبد الشافي بجد يعني بيقول لي انا لو طلب في عبد الشافي اعلى رقم في الدنيا انا هدفعه ليه لانه
اخلاقياته عاليه. هي دي كمان فرق كتير معاه. ويمكن انا قابلت عبد الشافي 3-4 مرات، انا لعبته 3-4 مرات. انا شفت بعينيا جوه الملعب، شفت حب اللعيبه ليه، شفت ازاي سلمان المؤشر بقى لعيب كبير يدخل المنتخب عشان محمد عبد الشافي اللي بيلعب قصاده. بالظبط. شفت ازاي اسامه هوساوي لما من افضل اللعيبه اللي هو السرد باك الثاني، لما بيأزر عبد الشافي، لما عبد الشافي بس بيتعور ولا بيتخبط ولا بيحصل، فدي ادت انطباع على اللاعب المصري ايجابيه. فعلشان كده الفكره انه اللاعب المصري دلوقتي افضل من اللاعب البرازيلي، افضل من اللاعب التونسي. على فكره دلوقتي في 3 توانسه، لكن الاول كان اللاعب التونسي كان بيبقى فيه اكتر من 7-8 وما فيش لاعب مصري، لكن دلوقتي عندنا 12 لاعب او 10 لاعبين يعني وعلى اعلى مستوى. لا مفيش كلام، بس لازم برضو بالمناسبة لازم نتكلم عن حسين الشحات. معلش طبعا في الإمارات عامل جو غير عادي في الإمارات. طبعا لا ده عامل جو أولا من أول، أنت عارف إحنا بنقول لك الحب من أول لمسة، من أول ما نزل بأول لمسة جاب جول في الوصل اللي بينافس الآن على البطولة. عندما يتحدث الإعلام الرياضي الإماراتي الواعي من وجهة نظري طبعا ويقول إن الفريق أو الفريق مع حسين الشحات أسرع من الفريق مع عموري، دي كانت جمله سريعه ومهمه خالص. وبعدين اتقال بقى فرعون العين، وقت اتعرف الالقاب، وقت الناس يعني يكفي ان فعلا اكتر كبر على طول ما ترددش على حسين الشحات في المنتخب. ليه؟ لان اول ما لعب اول مباراه كان ضد الوصل، وكانت العين الاول والوصل الثاني كانت منافسه مباشره بين الاثنين، سجل جول في اول ما نزل يا استاذ ايهاب، وبعد كده جاب 6 جوال. لان دي العين معروف عنها ان لما تكون في احسن حالاتها بتبقى 6-6، العين بتبقى 6-6. حسين الشحات لعب 6 مباريات جاب 6 جوال وعمل 6 اسيست، ويعني في 6 مباريات وابهر العينويين. وبدا الحديث من الان عن ازاي نقدر نحتفظ بحسين الشحات، مش قضيه اعاره ويرجع، لا ده احنا ممكن ندفع فيه اي مبلغ ويستمر. ده نجاح لمصر المخصه بالتاكيد، اللي خد فيه 500,000 مقابل 6 شهور. اعتقد دي صفقه غير عاديه، والولد اثبت كفاءه غير عاديه، واعتقد ان فعلا ممكن قوي يكمل مع العين، ويفضل عدم العوده للدوري المصري مره ثانيه. اكيد طبعا، وده بشكل ماشي بشكل كويس. لكن كابتن عادل وقفت معاك عند جمله كده لان وقت بيخلص. ان انا جاي في بلدي واخد فرصتي في بلدي، ده كلمه حلوه قوي، لكن اللي انت شايفه من التعامل مع المدربين والنتائج مش هي المعيار بس، او الصبر مش هو الادارات هنا في الدوري المصري، وبرضه حاسس ان الفرصه هنا افضل؟ لا هي مش افضل، هو المشكله ان انت نجحت كويس بره فنفسك تنجح هنا بس، لكن في الاخر شكلنا هنخرج بره تاني، ما فيش الا كده يعني. لا انا كاعلامي ومتابع، انا في رايي ان الكابتن عادل مش واخد حقه بامانه شديده، لان في الاخر احنا بيعز علينا انك تنجح بره وما تلاقيش فرصتك في بلدك، يعني دي مساله في منتهى الغرابه. اللي بينجح بره ده بيحفر في الصخر باختصار، المساله مش مهيئه خالص، ولا الظروف اللي انت متخيلها، الدنيا مش بيس قوي زي ما الناس متخيله. لا ده انت لازم تثبت كفاءه في وسط جنسيات مختلفه، انت بتحارب عشان تبقى نمره واحد هناك او تنجح هناك او تترك بصمه. فيعز عليك قوي، ده بلدك يعني، المفروض تبقى حاسه بده قوي وعارفه امكانياتك قوي وشايفاك قوي وتحطك في المكان الصح قوي، ما تبقاش كده. امال هنستفيد ازاي من ولاد البلد يعني؟ وانا اعز عليا ان الوقت بيخلص سريعا عشان اقول لكم شرفتوني ونورتوني استاذنا الكبير ونقيب الرياضي الكبير الاستاذ حسام سالم، شرفتني ونورتني. استاذ ايهاب انا اللي بتشرف بيك دايما، وطبعا سعيد بوجودي مع الكابتن عادل، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن بشكرك دايما مصري، انا عارف ان في الاستاد الاهلي على طول انت موجود، لكن حلقة عاملين المين بتاعها اللعيبة والدوري السعودي كان لازم تكون موجود معاه. أشكرك أولا، أنا بشكرك، وحلقة مميزة عشان معانا الأستاذ عصام، ده يعني من الناس اللي أنا بفتخر بيهم. الله يخليك كابتن عادل. طبعا بنشكركم على حسن المتابعة، وأكيد هتتابعوا معانا في الفترة القادمة أو البرنامج القادم. ما تخافش على الأهلي، لأن ما تخافش على الأهلي مع ملك وكتابة والمهندس عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي، والأهلي كيان كبير.